افعل الخير وامضي، قدم المعروف وارحل، لا تنتظر شكرا ولا مقابل. نخلص نوايانا ونجعل الخير وحده مقصدنا، مهما اتهمنا البعض بشتى الظنون، فالله وحده أعلم بما في قلوبنا. فعلا خدينا الاسماء اعمار ديالهم اللي غادي يمشي لهم مباشره اغطيه وملابس جديده وقديمه ومستعمله اللي تبرعوا بها عدد ديال المحسنين للجمعيه. وكذلك كاين القفاف الغذائيه اللي غادي ان شاء الله نجزوها في الدوار حتى هي غادي نديوها معنا، والاحصاء اللي تنقوموا به تيكون مدقق باش نحاولوا ما امكن اننا نديو الملابس للناس اللي فعلا بحاجه لها. نعم، علاش اختاريتوا بالضبط مدينه ورزاز؟ علاش اختارينا مدينه ورزاز؟ فعلا مدينه ورزاز اختارت لانها كانت مؤخرا الى كما لاحظ المغرب كامل عانات من واحد الموجه ديال الثلج اللي تقريبا واحد 30 سنه ما طاحتش هذيك الكميه ديال الثلج في هذيك المنطقه. فالاخوان كانوا كلهم مصرين على اننا نمشيو لهذيك المنطقه اللي عانات بزاف، وبالضبط لهاد الدوار اللي كانوا لاحظوا الناس المعاناه ديال الساكنه ديالو بلا قياس. اليوم راه ترخفات عندهم الوقت شويه وغادي نمشيو ان شاء الله نكونوا في العون ديالهم ان شاء الله. ممكن تكلم لينا على البرنامج المستقبلي ديال الجمعيه ديالكم ان شاء الله خلال شهر رمضان؟ هل هناك يعني مدن اخرى ام خليو لك الكلمه؟ ان شاء الله البرنامج الخيري ديال الجمعيه اللي غادي يسهروا عليه الاخوان اللي كاينين في المكتب ان شاء الله، هو كيف كل سنه كننظموا عده افطارات في مؤسسات خيريه، منهم مؤسسه دار العجزه اللي كاينه هنا في تكمديل، منهم مؤسسه دار الايتام اللي كيتنظموا عندها ثلاثه الافطارات، افطار في الاول وافطار في الوسط وافطار في الختم ديال رمضان اللي تيكون ليله رمضان وليله حنا للاطفال والبنات الصغيرات بالمؤسسه الخيريه اللي كاينه في دار الايتام بالهراويين. كذلك احنا مشرفين على واحد النسخه اوليه لاول مره غادي ننظموها ان شاء الله، وهي مائده الرحمن هنا بمدينه تكملي ان شاء الله طيله شهر رمضان. وكذلك هذه البادره اللي كنقوموا بها من قفاف مساعدات غادي تكون عندنا واحد 100 حتى 150 قفه ان شاء الله غذائيه غادي توزع على الساكنه ديال اقليم مدينه ان شاء الله. اما كما كيعرفوا الجميع هي جمعيه نشيطه على مدار السنه، يعني تنتمنى باقي الجمعيات كذلك باش يعني يقوموا بالواجب ديالهم المنوط بهم حتى يعطيو واحد الصوره مشرفه لهذا البلد السعيد. وكنشكر بدوري جميع المساهمات والمساهمين المتطوعين في جمعيتي. يعني جيت المشاهده كنت كلمنا في البدايه حول التطوع ديالك حول هذه البادره الخيريه. دام ورحمه الله الجميع باش تساهم على هذه المبادره ديالو. شكرا جزيلا لك الاخوان الناس العمل الخيري ولا تعاملت معهم زوين في المساعد الصغير، وهذه بديرة زوينة وبديرة طيبة. بارك الله فيك. شكرا. كل شيء حشمان. شخصيا كوني السنة الخامسة وأنا معهم في الجمعية وشرف كبير ليا لأنه كان عندي عدة برامج كإفطار دار الأيتام ولا العجزة في فترة رمضان، وأيضا ممكن يكون مشروع جديد هو كفاية اليتيم إن شاء الله. وكنتمناو التوفيق للجمعية وكنشكرو السي رفيق على تولي معنا في الجمعية. فالشكر موصول كذلك. نشوفوا الإخوان لما عاوناش بعضياتنا عم مرة نحسوا بعضياتنا، كاين حتى واحد يحس بها. حنا فكرنا في هذه القضية أننا في ورزازات حيت ماشي غير حنا اللي شنا، المغرب كامل لاحظ هذه القضية اللي طرات في ورزازات ديال الموجة الثلجية ديال الغرشة هذه أكثر من 30 سنة اللي عمرها طرات في هذه. دونك جاتنا هذه البادرة وقلنا غنجمعوا بيناتنا، لونسينا لافيش، جاو بزاف ديال التبرعات اللي مكناش كنتسناوهم. دونك جانا حافز زدنا حوايج اخرين، زدنا كادوات، زدنا شحال من حاجه، وان شاء الله نتمناو الناس يفرحوا بينا ونتمناو هادشي. واش هي اول مشاركه بمنطقه ورزازات بالنسبه لك؟ هذه اول مشاركه بمنطقه ورزازات. وكنتمنى ما تكونش اخر. لا شكرا لكم وطارق السلامة. كن على درب التفاؤل.
عش حياتك بالفضائل وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل بالمصاعب لا تبالي إذ تحديت الليالي وإلهها بالمعالي أنت في ركب الأوائل كن على درب التفاؤل عش حياتك بالفضائل وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل بالمصاعب لا تبالي إذ تحديت الليالي وإلهها بالمعالي أنت في ركب الأوائل كن على درب التفاؤل عش حياتك بالفضائل وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل بالمصاعب لا تبالي إذ تحديت الليالي وإلهها بالمعالي أنت في ركب الأوائل فيك أخلاق عظيمة بالمفاهيم السليمة وعلى الأسس القويمة تمضي في كل المراحل ازرع الخير عليهم واستمع دوما إليهم كي تعش بالحب فيهم ترتقي عرش الفضائل كن على درب التفاؤل عش حياتك بالفضائل وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل بالمصاعب لا تبالي إذ تحديت الليالي وإلهها بالمعالي أنت في ركب الأوائل يا أخي بالله اسمع ارتضي الأقدار واقنع أملا في الناس تزرع تحصد الخير سنابل تسري في درب الريادة طامح ترجو الإفادة إن تشأ فيض السعادة لا تكن بالذكر غافل الحمد لله كذلك مع المشاركة المتطوعة كذلك المشاركة Вот, материал здесь.